النهاردة هنشرح تكملة على الماسنج والماتيريالز، ازاي نحط ماتيريالز للماسنج، وبرضو مترتب عليها ازاي نحط ماتيريالز للأبواب والشبابيك وأي حاجة من الفاميليز، ومعمول لها موديل بصفة عامة غير الحوايط والأرضيات. الكلام ده شرحناه في محاضرة الماتيريالز لوحدها. نيجي دلوقتي على الستاد دوت، احنا كنا عاملينه قبل كده، استخدمنا السويب، وفي بعض الأحيان في الأعمدة استخدمنا بلند، وعندنا أعمدة عادية. فهنجرب كده ازاي نعمل ماتيريالز للستاد بتاعنا. طبعا لو هنيجي نلاحظ ان الستاد كله عملناه بسويب واحد. الماتيريالز تيجي تتحط من الجنب اهوت، طبعا واحنا جوه الموديل ان بليس نفسه، وانا دخلت بيه ان انا دوست دبل كليك على الموديل نفسه. يعني دلوقتي لو انا مثلا هطلع بره تاني عايز ادخل جوه، يا اما اختاره واعمل ايديت ان بليس، يا اما دبل كليك عليه بالشكل ده هيدخلني جوه. فانا لو اخترت ده كله كده اللي معمول ازرق، هحط له ماتيريالز من هنا، هيحطها لي كلها نفس الماتيريالز. طبعا مش ده اللي انا عايزه، وليكن حاجه مثلا اللون الاحمر دوت كاربت، هنلاقي كله بقى نفس الماتيريالز. بس انا مش عايز كده، انا عايز الروف لوحده مثلا، المدرجات لوحدها والسلابس لوحدها. طيب ازاي اعمل حاجه شبه كده؟ انا عملت السويب دوت، فانا عايز اعدل عليه افرقه بكل سهوله. وانا انصح عامه لو في مبنى بيتعمل بسويب بالشكل ده نعمله كله مره واحده، بعد كده اجي افصله. ازاي افصله؟ هعمل نسخه منه كوبي في نفس المكان بتاعه اللي هو زيرو دايمنشن، واخد نسخه منهم هما اتنين فوق بعض دلوقتي في السكشن بتاعه بالشكل دوت، هعدل عليه دبل كليك برضو، امسح كل تحت واسيب الروف لوحده بالشكل ده، ادوس اوكي. اوكي دلوقتي بقى عندي الروف لوحده وعندي المبنى بتاعي الكامل كله على بعضه. اخد الروف اديله ماتيريالز مختلف، سيلينج مثلا، اوكي تمام. واخد الموديل نفسه بتاعي ودوس برضو كوبي بالشكل ده، واجي امسح السكشن بتاعه. طبعا يعني افضل ان انا اعمله هيدن عشان يبان معايا الخطوط بالشكل ده، عمسح الروف وعمسح سلابس. واسيب المدرجات بس واقفل خطوطي، مهم جدا ان الخطوط تبقى متقفله. الشكل دوت وادوس اوكي. اتاكد ان مكان الحاجات اللي كانت مفتوحه ده، وفي خط تاني نوت. تمام، واجي على اخر واحد امسح منه السلابس، او اللي هو مش السلابس، امسح منه المدرجات
الشكل ده والروف، وأقفل السلابس بتاعتي. وآدي مثلا للمدرجات أديها مثلا أي لون بالشكل ده. بقى عندي 3 ماتيريالز مختلفة لنفس المبنى اللي أنا كنت عامله كله بأداة واحدة بس. طيب أنا دلوقتي نوع الماتيريالز، في الأغلب إحنا مش بنرندر على الريفت، في الأغلب برضو للمباني الإكستيريور والكلام ده كله بنشتغل على لوميون، وممكن نشرح برضو قدام إزاي نستخدم اللوميون في الريندر، وإزاي نسهل الطريقة ما بين الريفت واللوميون في اللينك، الترابط ما بينهم. فبصفة عامة يعني علشان موضوع اللوميون، أنا مجرد بكتفي إن أنا بختار مسمى مختلف في كل ماتيريال، مش فارقة هي إيه، المهم إن هي مسمى مختلف عن التانية عشان خاطر في لوميون لما اجي احط الماتيريالز، لو الماتيريال نفس المسمى بيحطها نفس الحاجة في الاتنين، يعني عندي حيطة وسقف الاتنين واخدين نفس مسمى الماتيريال، ففي اللوميون هيقدر ان الاتنين واحد، الارضية والسقف هياخدوا نفس الماتيريال، فانا اراعي بس في الريفت ان كل حاجة واخدة ماتيريال مختلفة عن التانية. طيب هنا مثلا عندي نوعا ما جميع الماتيريالز ممكن دقتها مش كويسة، بس ليها طريقة بالظبط برضو بتاعها نبقى نشرحه بعدين. مثلا عايز حاجة للروف، هنلاقي أنواع مختلفة في اللايبرري تحت، أشوف أنا عايزه إيه مثلا، وهنلاقي برضو هنا، وممكن مثلا نخليه كونكريت. فمثلا اخليه كونكريت بالشكل دوت، وهنا نفس الكلام، ونفس الكلام اختار الماتيريال اللي انا عايزها لكل حاجه منهم. طيب تمام، بالنسبه للاعمده، طالما الاعمده دي كلها نفس العمود انا اكتفي، ممكن اختار كله مره واحده بالشكل دوت، وآجي في الجنب برضو ان هو هلاقي في البروبرتس بتاعته تحت هنا الماتيريالز، اقدر ان انا اخليها مثلا كفر، مش عشان انا عايزه كفر، لا انا عايزه بس ماتيريال مختلفة عن الباقيين. تمام، بالشكل برضو نفس الكلام للأعمدة ديت، اقدر ان انا اختارهم واديهم ماتيريالز مختلفة بالشكل ده، وبالتالي يتطبق نفس الكلام على باقي الأعمدة. الفرق بين الأعمدة ديت والأعمدة ديت إن ديت معمولة موديل إن بليس، فلازم أدخل كل جوه كل واحدة وأعدلها، ما أقدرش إن أنا أختار ككل، إن هو مش هيفرق معايا في حاجة. بالنسبة كمان للأبواب والشبابيك، فأنا مثلا لو عندي حيطة بالشكل ده وجيت حطيت باب فيها وشباك، لو اخترت الشباك مثلا هدخل على edit type، هلاقي materials and finishing، هلاقي كل حاجة متفصلة، الحلق والإزاز والحلق الداخلي بتاع الشباك كلهم موجودين النهوض من جوه ومن بره. تمام، طيب اقدر اغير الماتيريالز بتاعتهم برضو بكل سهوله من الجنب، ان هو بدوس على ال3 نقط دول بيفتح لي الماتيريالز، اختار اللي انا عايزه ودن. طيب نفس الكلام برضو بيبقى في الابواب، ماتيريالز اند فينيشنج، ونفس الكلام برضو بيبقى في الفاميليز، والفاميليز بتحط
من كومبوننت، ذيس كومبوننت. تمام، مثلا ايه، دخلت مكتب او مكتب ده اللي موجود عندي واحطه هنا كده، اقدر ان انا اختاره برضو ايديت تايب، هلاقي في الماتيريالز اند فينشنج نفس الكلام. طيب في حاله مثلا ان ده موديل ان بليس، ده انا عايز الماتيريال بتاعتي تبقى موجوده في ايديت تايب اهوت، في حل بسيط بنقدر نعمل الحوار ده بيه، ان انا بدخل بختار كل حاجه منهم، وبدل ما اختار الماتيريال من هنا، لا باجي في الخانه اللي في الجنب ديت المستطيل الرصاصي ده وادوس عليه، واجي هنا اعمل مثلا مسمى ليها، ده مسمى للحاجه اللي هتاخد الماتيريال، وليكن دي سلابس، فانا هعمله سلابس بالشكل ده. اوكي، وده مثلا روف، طبعا مش هنا، على الجزئية اللي من بره، واعمل نيو وروف. والمدرجات مثلا ادينا اهو في الجنب، ومثلا اسميها ستيرز. اوكي، اجي من بره ان هو edit type، ما دخلتش جواه بقى، انا طلعت بره. edit type هلاقي موجود في materials and finishing كل حاجه منهم والماتيريال بتاعتهم، واقدر اغيرها بكل سهوله من بره، مش محتاج ان انا ادخل جواه. ده اعتقد ان كل حاجه بالنسبه للماتيريالز.